بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. وصلنا بحمد الله وتوفيقه إلى التدريب 18. كتب الأستاذ صلاح عبد الصبور: إن عذاب الإنسان الأكبر هو الفقر. الفقر هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طبعا أشرت كثيرا إلى أن هو ضمير وليس اسم إشارة، وبالتالي اللي بعدها خبر وليس بدل. ولكن الفقر ليس ناتجا من سوء توزيع الثروة فحسب، ولكنه ناتج من سوء توزيع الإنسانية. طبعا الإنسانية هنا مضاف إليه، لأن كلمة توزيع هنا مش فعل، ده اسم عادي جدا بدليل أن يقبل ال، نقول التوزيع. فتوزيع الإنسانية، يبقى الإنسانية هنا مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة. وفي عالم كعالمنا الحديث يتبدى هذا المعنى واضحا حين نرى أن مشكلة الفقر قد تجاوزت نطاق الأفراد لتشمل نطاق الأمم. فمما لا شك فيه، طبعا هنا لن نافية للجنس عاملة لأن اسمها نكرة وما فيش فاصل وما فيش حرف جر، يبقى شك اسم لا مفرد مبني على الفتح. مفرد ليه؟ لأنه مش منون ولا وراه مضاف إليه. طبعا في هنا جر ومجرور وشبه الجملة في محل رفع خبر لا. أرجو أن احنا نركز في النقطة دي وما ننساش نقول أن شبه الجملة في محل رفع خبر لا. ده كان عن الكلمات المطلوب إعرابها. استخرج من القطعة ما يأتي: ثلاثة أفعال منصوبة بأدوات نصب مختلفة ثم أعربها. طبعا أذكرك بأدوات النصب: أن لن كي لام التعليل حتى، فاء السببية لام الجحود، واو المعية. يبقى دي من ضمن الأدوات اللي بتنصب واو المعية، زي مثلا لا تأمر بالخير وتعرض عنه. واو المعية أذكركم بها لأنها ما بتجيش كتير في التدريبات فممكن تقع منكم. واو المعية اللي بمعنى مع، لا تأمر بالخير مع الإعراض عنه. المثال اللي أنا قلته من شوية: لا تأمر بالخير وتعرض عنه، تساوي لا تأمر بالخير مع الإعراض. كل كلمة نفع أحط مع كذا مع زائد المصدر دي اسمها واو المعية. زي لا تأكل وتشرب، أي لا تأكل مع الشرب، وهكذا. والواو المعية طبعا بتنصب. ولام الجحود زي ما احنا كلنا عارفينها اللي هي بتسبق بكان الايه شباب، بكان المنفية. تعالوا بقى ندور على الافعال المضارعة المنصوبة في هذه الفقرة. هلاقي في السطر الاول مفيش ناتج من توزيع عالمنا الحديث يتبدى فعل مضارع مرفوع طبعا، ونرى فعل مضارع مرفوع برضو، ولتشمله صح كده، ادي اول واحدة منصوب وعلامة نصبه الفتحة بعد لام التعليل. يعني هنا قد تجاوزت نطاق الأفراد اللي تشمل، علشان تشمل. وأرجو عدم الخلط ما بين لام التعليل ولام الأمر ولام الجحود. لام الجحود تقريبا أنتوا بتخلطوش فيها لأنه عارفين إن قبلها كان المنفية، إنما لام التعليل ولام الأمر يتطلب الموضوع المعنى، فهم المعنى. يعني لام الأمر بتأمر، إنما لام التعليل بتبين السبب، بيبقى علشان. في لام بقى أنا بخاف منها جدا اللي ما بتديش أي حاجة خالص، بتبقى زائدة للتوكيد. يعني قبل كده قال له: إن التاريخ لا يعيد نفسه، في أحد امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، قال له: إن التاريخ لا يعيد نفسه، وراح حاطط خط تحت يعيد. طبعا هو كان ذكي جدا فيها، لأنه عارف إن الطلاب كتيرة بتجنح إن هو عايز لا دي تعمل حاجة. يعني هو عايز يتصرف يخلي لا دي، اكيد بقى امتحان ثانوية عامة يبقى لازم اللا دي تعمل لام، يعني اقصد لام عايز اللام دي تعمل حاجة، يبقى عايزة تعليل عايزة امر. لا، ان التاريخ لا يعيد نفسه، اللام زائدة لا تؤثر اعرابيا، ويعيد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة. فشفتوا كانت البساطة، هو كان واخد عكس اتجاه الطلبة خالص، وكتير قوي وقعوا فيها. فخلي بالك لابد ان تفهم معنى اللام، لان هناك أكتر من لام في اللغة العربية: لام التعليل ولام الجحود ولام الأمر واللام الزائدة واللام الجر اللي بتتصل بالاسم، كل دي لامات، المعنى هو اللي بيفرق. طب نكمل: يدور ولا يدور، ما فيش طبعا. شوف الفقرة التانية بقى: هي أن يحرم الحياة من معناه. يبقى يحرم فعل مضارع منصوب بعد أن وعلامة نصبه الفتحة، يبقى واحد منصوب بعد لام التعليل أهو، والتاني منصوب بعد أن، يبقى أنا بطلع له أفعال مضارعة منصوبة بأدوات مختلفة. يعني أنا ما أقدرش في السطر ده هلاقي مثلا كلمة يخلع، لكن ما أقدرش أطلعها لأن أنا طلعت المنصوب بأن خلاص. طب يعمق برضو منصوب بأن. طب تعالوا كده ما نشوف، جايز نلاقي ك
هل يستطيع؟ أيوة كده، يبقى يستطيع فعل مضارع منصوب بعد كي وعلامة نصبه يا شباب الفتحة، يبقى لتشمل بعد لام التعليل، ويحرم بعد أن الناصبة، ويستطيع بعد كي الناصبة، والكل منصوب بالإيه؟ بالفتحة. كويس، كان سؤال منعش كده، فكرنا بأدوات نصب المضارع. وأذكركم أيضا بعلامات نصب المضارع، كررت كتير وبذكر الناس اللي بتنسى، مفيش مضارع منصوب بحذف العلة، المضارع ينصب بالفتحة الظاهرة أو الفتحة المقدرة أو حذف النون، يعني الفعل المعتل الآخر، زي ينمو لما أجي أنصبه أحط فتحة على الواو، مش أشيل الواو، ده أنا هحط فتحة على الواو، لن ينمو يقضي، لن يقضي، فالفعل المضارع ما فيش حاجة اسمها منصوب بحذف العلة. مجزوم بحذف العلة ماشي، لكن منصوب بحذف العلة ما فيش حاجة اسمها كده. نعتا مفردا، عفوا الأول عايز مشتقا وعربه ثم بين نوعه. طبعا المشتقات عندنا 6 مشتقات ما شاء الله، عندنا اسم الفاعل، عندنا اسم المفعول، عندنا صيغ المبالغة، دي المشتقات العاملة. عندنا تانية بقى المشتقات اللي في حدود دراستنا مش عاملة، اللي هي اسم التفضيل واسم الزمان والمكان واسم الآلة. يعني أنا لما لقي أول حاجة كده كلمة الأكبر، ده مشتق ونوعه اسم تفضيل. كلمة ناتج، ده مشتق ونوعه هنا اسم فاعل، فخلي بالك. وكلمة مختلفة اسم فاعل، فدي وفقيرة دي صيغة مبالغة، وهكذا. تمييز نعتا مفردا، خلاص بيقول لي مشتقا وعربه ثم بين نوعه، طلعنا نعتا مفردا. عايز بقى نعت مفرد. نعت مفرد يعني الأكبر، يعني مش نعت جملة، في نعت اللي هو جملة بعد نكرة زي جاء رجل يسعى، ده النعت نوع جملة. وعلى فكرة لو جه شبه جملة برضو بعد نكرة، والحتة دي خلي بالكم منها لحسن، يجي يقول لي آخر السنة طلع نعت شبه جملة، تخيلوا لو فاجئنا المفاجأة دي وقال لي استخرج نعتا شبه جملة. انت متعود ان انت في معظم القطع اللي بنقابلها وفي معظم الامتحانات دايما يقولك طلع نعت جملة، لكن ايه نعت شبه جملة ده يا استاذ؟ عادي جدا، شبه جملة قبلي نكرة، يعني ما اقول جاء رجل في سيارته، جاء رجل في سيارته، ما جعرب في سيارته شبه الجملة، في محل رفع نعت الرجل. وعلى فكرة جابها له كده سنة من السنين في سنة عامة، لكن بدري شوية من زمان يعني شوية، وقال له طلع نعت شبه جملة، فانتبهوا عشان نبقى فاهمين. يبقى طلعنا كلمة الأكبر، أو أنت بقى تطلع أي نعت عادي جدا اللي هو الصفة العادية جدا، وده النعت المفرد، يعني لا هو جملة ولا هو شبه جملة، اسم عادي يعني. تمييزا وأعربه، طبعا التمييز أذكرك بعد العدد والكيل والوزن والمساحة، ده بتاعه يعني عدد كيل وزن مساحة، وهي العدد أي حاجة بتدل على أو بضع يعني، دي اللي بيجي بعد بعد أفعل، نعم وبئس، نكر زي امتلأ الإناء ماء. لو جيت أعربتها أو طلبت من الأولاد يعربوها، هيعربوها لي مفعول به، بحيث أن امتلأ فعل ماضي والإناء فاعل والماء مفعول به. خطأ طبعا، خطأ شنيع طبعا، وخطأ واضح. ليه؟ لأن امتلأ فعل لازم لا يحتاج لمفعول به، فعل لازم، الفعل اللازم اللي ما ينفعش أحط عليه ضمير غائب، يعني ضرب ممكن أقول ضربه يبقى ده فعل متعدي، لكن امتلأ ما ينفعش أقول امتلأه. وبالتالي هنا أفعال امتلأ لأنها تفيد الزيادة، امتلأ يبقى ماء تمييز. دي كانت إشارة سريعة كده للتذكير بالتمييز، وأنا شايف هو كلمة معقولية. داوي أكثر من حيث المعقولية، ده تمييز بيجي بطريقة الملحوظ، لكن عندي تمييز أوضح، كلمة طرق. إن هناك 3 طرق،
طرق بعد عدد اهي تمييز ملفوظ عادي، مش شرط اقول نوعه، بس انا بعودك على كلمة ملفوظ وملحوظ عشان ما تتخضش منها لو جات لك في الامتحان. ما هو ممكن يقول لك طلع في الامتحان مش تمييز، لا يروح مصعب السؤال شوية ومعتمد على ذاكرة الناس اللي بايظة شوية ويجي يقول له ايه استخرج تمييزا ملفوظا. ملحوظا يعني بعد عدد وكيل ووزن ومساحة، لكن لو ملحوظا يبقى بعد اللي هو نكرة منصوبة، بعد نعمة وبئسة، وبعد أفعل وبعد فاعلة، وبعد أفعل الزيادة والنقصان وهكذا. إذن معقولية ده تمييز ملحوظ، إنما طرق ده تمييز ملفوظ. طب يعرب إزاي يا أستاذ؟ بعد الأعداد ريح دماغك، من 11 ل 99 بيبقى منصوب، اللي قبل ال 11 واللي بعد محصور ما بين 11 منصوب. قرأت أحد مجرور، يبقى السؤال اللي بعد يقول لي حالا مفردة ثم حولها إلى حال جملة وعربها. سهلة جدا، حال مفرد إننا الأول أطلع نكرة زي ما احنا تعودنا بتوصف إيه يا شباب، بتوصف معرفة، يعني ما أقول زي جاء زيد راكبا، في الحالة دي اسم كلمة راكبا هتبقى هنا إيه حال. تعال ندور بقى هنا على الحال، يتبدى واضحا، أهو يتبدى هذا المعنى واضحا، كلمة المعنى هنا أو كلمة واضحا هنا جت تصف المعنى، إذن نكرة تصف معرفة، يبقى ده حال منصوب علامة نصبه الفتحة. طب أنا عايز أحول الحال ده إلى جملة، سواء جملة فعلية أو جملة اسمية، تمام؟ لو عايز أحول الجملة فعلية أقول يتبدى هذا المعنى يتضح جدا مثلا، يبقى يتبدى هذا المعنى يتضح. الجملة مش ماشية معاك شوية بس الجملة صحيحة. وممكن أشيل كلمة واضحا وأجيب لها مبتدأ، أقول يتبدى هذا المعنى أركانه واضحة، يبقى حولتها من جملة من مفرد إلى جملة فعلية، زي ما قلت يتبدى هذا المعنى يتضح، أو قلت يتبدى هذا المعنى أركانه يا شباب واضحة. طب هل يا ترى في حال مفرد تاني؟ تعال كده ما نشوف. بيقول يجعل حياته القصيرة على الأرض مثمرة، طبعا ده مفعول به، خلي بالك ليجعل، لن يجعل هنا هتبقى بيحول فنصبت مفعولين فتنفعش حال. لونا حسن القصد أن يعم مقصد حياتها وإشارات أكثر معقولية لا يتحقق إلا أصبح الإنسان، طبعا إنسانا دي خبر أصبح، ثلاث طرق نحاول أن نمدها إنسانية لتساعده لتجاوز ذاته كي يستطيع أن يعطي حياته معنى هي الدين والفلسفة. طبعا ما فيش هنا إلا كلمة واضحا، وقلنا يتبدى هذا المعنى يتضح، أيوة من حق أقولها كده. طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي اجعل يعمق سطحيتها، السؤال الرابع بيقول يعمق سطحيتها يجعلها أكثر معقولية. اجعل كل من هاتين الجملتين جواب شرط جازم في جملة من إنشائك، يعني عايز كل جملة من دولت تبقى جواب شرط لجازم، خلي بالك ثم بين علامة الجزم، يعني يعمق سطحيتها، أقول من يفكر في الحياة يعمق سطحيتها، يبقى كده من هنا جزمت يفكر وجزمت يعمق، يبقى جزمت فعل الشرط وجزمت جواب الشرط، يبقى ده إذن هنا مجزوم بالسكون. طب يجعلها أكثر معقولية، أقول برضو من يستخدم عقله في الحياة يجعلها أكثر معقولية، برضو يستخدم تبقى مجزومة بالسكون، ويجعلها تبقى عادي جدا مجزومة بالسكون. أعرب ما تحته خط أعربناه، والاستخرج من القطعة استعارة مبينا نوعها وأثرها في المعنى، عادي ده دمج النحو بالبلاغة، يعني مثلا لما تيجي تقول توزيع الإنسانية دي استعارة مكنية شبه الإنسانية وكأنها شيء مادي يا شباب يوزع، ودايما أصل الاستعارة تشخيص المعنى أو تكسيمه في صورة حسية توضحه. كلمة يتبدى مرة وكلمة يخلع ينزع أو يض، ما أقول يخلع علي لون سمة كذا من الأرض، عكس الفوضى طبعا هنا النظام، وعكس الاجتهاد هتبقى الكسل والتواني، الكسل عكس الاجتهاد.
بيقول لي كيف تكشف في معجمك عن كلمة ابتكار؟ عادي جدا في بكرة باب الباء فصل الكاف ثم الراء. سؤال بعد كده النحوي، اضبط الكلمات بين القوسين بالشكل التام. يبقى إن عذاب طبعا لأنها منصوبة، الإنساني عشان مضاف إليه مجرورة، الأكبر، انتبهوا كلمة الأكبر هنا تصف عذاب مش تصف الإنسان، فهتاخد هنا دي بقى كلمة امتحانات. والله كلمة الأكبر هنا نعت منصوب علامة نصبه الفتحة لأنه بيصف كلمة مين يا شباب؟ كلمة عذاب. هو الفقر لأنها خبر، ولكن الفقر ليس ناتجا من سوء توزيع الثروة، لأن توزيع مضاف إليه والثروة مضاف إليه. فحسبه، كلمة حسب هنا مبتدأ على فكرة وخبرها محذوف، حسبه كذا أو يكفيه كذا. ولكنه ناتج، خبر لكن مرفوع بالضمة، من سوء توزيع الإنسانية. وفي عالم كعالمنا، عالمي من مكسورة الحديث، يتبدى هذا المعنى واضحا حين نرى أن مشكلة الفقر قد تجاوزت نطاق الأفراد لتشمل نطاق الأمم. فمما لا شك فيه أن الصراع الآن لا يدور بين طبقات مختلفة، طبعا طبقات هنا تبقى مجرورة لأنها مضاف إليه، ومختلفة هنا تبقى مجرورة لأنها نعت إليه، ولكنه يدور بين طبقتين مختلفتين من الدول، هما الدول الغنية والدول الفقيرة. قل لي هنا علل كتابة الهمزة على ياء في كلمة خطيئة. أقول له أوصف زي ما اتفقنا في التدريب السابق والتدريبات الأخرى، قلنا لما يجي يقول لك علل كتابة الهمزة بهذه الطريقة، تصف الجملة التي تصف الكلمة التي أمامك، يعني كلمة خطيئة الهمزة مفتوحة ومسبوقة بإيه؟ بياء مد. بس أقول له كده لأن الهمزة سبقها اللي هي ياء المد، وهي في وسط الكلمة طبعا مش في آخر الكلمة، فسبقت بمد وهي مفتوحة في وسط الكلمة. ثم أذكر ثلاث كلمات على نمطها، يعني مثلا كلمة خطيئة زيها كلمة رديئة، رديئة جاء من الشيء الرديء يعني رديئة، زيها كلمة دنيئة، كلمة دنيئة مؤنث دنيء تمام، وأيضا زيها كلمة يا شباب مليئة، يبقى كلمة رديئة وكلمة دنيئة وكلمة مليئة، هذه الكلمات تشبه كلمة خطيئة. وبكده يكون التدريب 18 تم بحمد الله، واقتربنا بإذن الله الرحمن الرحيم من نهاية التدريبات اللي أرجو تكونوا بتستفيدوا منها إن شاء الله رب العالمين، وبتنفعكم وتلاقوا الأسئلة قدامكم في الامتحان، وتتجنبوا كثير من المزالق والأخطاء اللي دايما بأشاور لكم عليها إن شاء الرحمن الرحيم. أبناء الطلاب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى اللقاء في الفقرات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.